الشباب النهارده بقى اوت اوف كنترول، وده بقى عرضه سهله جدا للعصابات والمنظمات العالميه انها تستهدف الشباب من خلال وسائل مهمه. عشان كده اللي بتعمله شرطه دبي ده شيء عظيم جدا وبناء، انها بتبحث في ظاهره شديده الخطوره، شديده الاتساع، شديده التاثير على مستوى العالم. انا احييهم على هذا الجهد الخارق. واهم ما في الموضوع ان هم كل سنه بيعملوا بالتوصيات والنتائج التي يستخلصوها ويضعوها محل دراسة، وده اللي بيجعل الحقيقة لهذه النوعية من المؤتمرات قيمة عظيمة جدا. نتشرف دائما بالانضمام إليها.